مشاهدينا، نتحدث أيضا هنا عن مرض نقص صفائح الدم، واللي يعتبر من الأمراض المناعية التي تتظاهر بنقص تعداد الصفيحات الدموية، مما يتسبب في حالات نزيف حاد. ونظرا لتأثير هذا المرض على جميع نواحي الحياة الصحية والاجتماعية للمرضى، يعمل أطباء على تأسيس مجموعات توعية لمساعدة المرضى للوصول لمعرفة أفضل بطبيعة المرض وطرق علاجه. نتابع التفاصيل. تكرس ميرفت مطر معظم وقتها لمواجهة انتشار مرض نقص صفائح الدم، ولهذا الغرض أسست مع أطباء آخرين جمعية شفاء لتوعية المرضى ومساعدتهم على مواجهة تحديات الشفاء. مجموعة شفاء تقوم بالتركيز مع هؤلاء المرضى على وصف المرض، وصف أعراضه، طرق الوقاية من النزيف، طرق العلاج المتكررة، طرق المتابعة، كيفية حياة المريض، ماذا يأكل، ماذا يشرب، يتزوج، بالنسبة للأولاد، بالنسبة للحمل والولادة، عايز يعمل عملية جراحية، إيه طرق الوقاية من النزيف أثناء العمليات. نقص الصفائح المناعية مرض مزمن، ممكن أن هو يهدأ وممكن أن هو ينشط. أهم التحديات أن المريض يعرف طرق علاجه، وأنه يعرف أن الطبيب هو اللي بيختار الدواء. برضو التحدي الأكبر عندي أنه المريض يعترف أنه لازم يكمل علاجه ولازم يتابع. تتعدد طرق علاج مرض نقص صفائح الدم بين الدوائي والجراحي، وتتوفر معظم الأدوية سواء في التأمين الصحي أو الخاص، إلا أن برلمانيين يطالبون بتوفير أنواع حديثة من العلاجات قد تساهم في الشفاء التام من هذا المرض. في أدوية علاج بيولوجي جديد اللي هو متعارف عليه أو بيستخدم، طبعا ده غالي بس الدولة بدأت توفره وموفرة، اللي هو الروتكسيماب. وفي علاج اللي احنا طمعانين ان الدولة تقدر ان هي توفر له الموارد بتاعته عشان الأطفال والناس الكبيرة، سواء مرضى نفقة الدولة أو مرضى التأمين الصحي، وده المتنفس بتاع الناس أو الهوب أو الأمل اللي احنا بنطمع في الدولة بتاعتنا الكريمة ان هي توفره، وهو العلاج الجيني ويتوفر بانتظام. الصفائح الدموية من مكونات الدم الرئيسية، وتساعد على تجلط الدم وانخفاض عددها عن 150 ألف صفيحة لكل ميكروليتر من الدم، يتسبب في حالات النزيف الداخلي والخارجي. وتقل الصفائح نتيجة اضطراب نخاع العظم أو مشاكل الجهاز المناعي، وتصيب الكبار والأطفال على حد سواء. جهود حكومية لتوفير العلاج وأخرى مجتمعية للوصول إلى معرفة أفضل بمرض نقص صفائح الدم المناعي، لكن بحسب مختصين فإن التحدي الأكبر يتعلق بكيفية مواجهة المريض لهذا الداء والتعايش معه واتباع طرق علاجه. أميرة جد الله، الحرة، القاهرة.